وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس المجلس على التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول بعض المشاريع الخدمية التي التزمت الحكومة الموقرة بإنشائها ببرنامج عملها للسنوات 2015-2018 وتمت إحالتها إلى الحكومة، كما وافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وإحالته إلى مجلس الشورى، فيما قرر المجلس قبول مشروعي قانون الجمعيات التعاونية وتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتمت إحالتهما إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك المفدى للتصديق عليه.